الخاصه بتطوير اتحاد عمال مصر والنقابات العماليه خلف الطاقه. ده مفيش شك خلاص، احنا بقول لك بقى قبل الكورونا غير ما بعد الكورونا، بعد خلاص الدنيا في كل العالم لابد ان تتغير الدنيا، واذا فضلت اللي بعد الكورونا خلاص مع السلامه بقى روح. خلينا بقى اتكلم معاك بقى في قوانين العمل الجديد، الشغل الشاغر للراي العام النهارده وكل من هو متابع العماله المصريه في الداخل وفي الخارج. عايز اعرف من حضرتك باستفاضه قانون العمل الجديد وصل الى اين حتى هذه اللحظه؟ تمام، عايزين نقول للناس احنا عندنا في مصر اكتر من 5 قوانين نعم. عمل او عمال، لكن ابوهم هو قانون العمل الخاص بالقطاع الخاص، تمام، اللي هو بيطبق على العاملين في القطاع الخاص، وفي اللي مش فيه نص القوانين الاخرى بيطبق قانون العمل اللي هو هيحمي العامل من استمارة 6 من استمارة 6 بالظبط. تمام، قانون العمل هو قانون اصلا اقتصادي اجتماعي سياسي، تمام، يهدف الى التنميه الاقتصاديه والاجتماعيه في البلد، تمام، وهو اللي بيجذب المستثمرين، ويجب ان يتم هذا القانون طبقا لمعايير العمل الدوليه والعربيه، بحيث لما يجي لك مستثمر من الخارج او من الداخل يبقى عارف ان هذا القانون اللي هيتعامل فيه كمستثمر مظبوط واشتغل عليه. ولذلك لما اتعمل قانون الاستثمار كان لازم يتعمل بسرعه مع قانون العمل عشان الاثنين هيساعدوا على جذب الاستثمار الداخلي والخارجي والعربي وكل حاجه، هيحمي المستثمر وهيحمي العامل طبعا. ليه؟ لان قانون العمل هو اللي بيحكم العلاقات بين العامل وصاحب العمل، صحيح، وهما الاثنين شركاء وليس فرقاء. يعني انا فاهمه من قانون سيادتك النهارده ان صاحب العامل مش هيبقى من حقه ان ممكن الاستماره 6 اللي بيمضي عليها في القطاع الخاص خلاص ده بيحميه، ده من اهم مكاسبه. طيب انا هقول لك حتتين في ثلاث حتت في القانون بيجسري. واحد، لا يجوز فصل العامل فصل تعسفي الا بقانون. تمام، يعني ما يقدرش صاحب العمل يحكم يفصل العامل الا اذا كان عليه حاجات لها جسامه وحكم ومحكمه، قصه كبيره كده. يبقى ده اول واحد، وده اللي قاله الدستور. تمام. نمره 2، حكايه استماره 6 دي ابتدعوها بعض، مش كل اصحاب العمال عشان من تمام، بعض اصحاب العمال اللي هم لما يخش له مصطفى ومحمد وسيد ومحمود ومش عاجبهم بيعملوا استماره 1 اللي هي دخول العمل، واستماره 6 بتاعه التامينات الاجتماعيه، يقعد اسبوعين مش عاجبه مصطفى ولا محمد يقول له مع السلامه. فدي كانت بتؤرق شبابنا، وكانت بتخلي شبابنا ما يروحش يشتغل ويقعد على القهوه يقول لك يا عم انا اروح الشركه دي يشيلوني والشركه دي يمشوني ودي يفصلوني. لا، فاحنا اتفقنا في لجنه القوى العامله مع وزاره القوى العامله مع اصحاب الاعمال او اتحاد الصناعات او اتحاد الغرف التجاريه اللي كان موجود معانا واحنا بنناقش القانون، على ان العامل اذا تقدم باستقالته نعم الى صاحب العمل لا يقبلها الا اذا وافق مكتب العمل. ده في القانون الجديد. في القانون الجديد، يبقى احنا كده ايه؟ يعني انا النهارده لو رحت مفيش استماره 6 لسه، لا انت عادي انت لسه لما يطلع القانون الجديد لا يستطيع العامل صاحب العمل اللي ماشي عامل او يقبل استقالته او يمشي استقالته الا اذا وافقت مكتب العمل، مكتب العمل التابع له المختص لازم يديله مكتب العمل. فدي هتريحنا من حاجات كتير جدا. كويس. 2، قانون العمل الجديد في انشاء المحاكم العماليه، وهي على غرار المحكمه الاقتصاديه، وهي غرار على محكمه الاسره، ان المحكمه هتبقى الزمية. ما هو الناس بيقولوا الجدوى من انشائها ايه؟ ما الزاميه هتبقى انت النهارده واحنا في وسط دلوقتي واحنا شغالين، لما يبقى في انت صاحب عمل وانا عامل وحصلت مشكله بيني وبين حضرتك المحكمه بتحكم، فبتروح لصاحب العمل والله انا اتحكمت بالمحكمه مش هرجعها. يعني المحاكم العماليه بتحمي حقوق العامل. العامل. وصاحب العمل برضه. على فكره يا جماعه خلي بالكم احنا قوانين العمل مش الهدف منها حمايه العامل بس. هو العامل العامل هو الاضعف في الطرف. نعم. لكن احنا بنعمل توازن ما بين صاحب العمل والعامل. وعايزين قرارات المحكمه العماليه تبقى الزاميه ما تستنانيش لغايه ما ناخد حكم حضرتك واجي لك تقول لي لا اديك قرشين وتروح. لا، يبقى هناك الزام اذا صدرت محكمه عماليه ما حكم العامل الى الرجوع عن العمل فصاحب العمل ان يستجيب فورا. طب يا فندم اصحاب العقود المؤقته قانون العمل الجديد بيحميهم ازاي؟ بيحميهم، جه فتره جه احنا قلنا لما يجي يعني
لما يقعد يمر عليه 4 سنين هو قانون العمل ما فيش تثبيت وغير تثبيت. قانون العمل فيه يا اما قانون عقد محدد المده ان انا بتعاقد معاك على سنه على نص سنه على سنتين او غير محدد المده. محدد المده بتحدد بتوقيت معين، غير محدد بعد 4 سنين بيتحول العقد محدد المده الى عقد غير محدد المده وخلاص كانك انت ثبتت كده في العقد. طب هل يعني احنا شايفين ان القانون العمل الجديد بيقابل وبعض الامور الناس بتقول لك لا ده قانون العمل الجديد ده هيضيع حقوق العمال وبيحاولوا يشوهوا صوره القانون العمل الجديد خلال الفتره اللي فاتت؟ رد حضرتك ايه يا فندم على الكلام ده؟ انا بقول وانا راجل عامل سم ان انا كعضو مجلس نواب وامين عام اتحاد عمال مصر وكلام كبير قوي ده انا كعامل شاركت في هذا القانون. كان همنا الشاغل اننا نعمل توازن بين صاحب العمل والعامل ولا يضار اي عامل في هذا القانون. بالعكس قانون الناشر يمكن شاركت في الاثنين انا قانون 12 لسنة 2003 شاركت فيه عندما كنت عضو في مجلس الشعب سنة 2005 واستطعت ان اعدل كثير من المواد في القانون ده، ولكن كان في بعض التعديلات كنت انا شايفها وما قدرتش اعدلها لما كنت في 2003 في مجلس الشعب، عدلناها المره دي. وانا بعتقد ان هذا القانون هو سوف يخدم قضايا العمل والعمال المصري بشكل كويس، وانا بقول اهو لن يدار عامل في قانون العمل الجديد. فندم القانون ده هنشوفه رؤيته على ارض الواقع امتى يا فندم؟ هو احنا في انتظار، احنا كلجنه قوى عامله خلصناه. وانت عارف حضرتك ان هيئه المكتب هي اللي بتعمل الجدول حسب ظروف الجدول. العمال يقول يا فندم البرلمان خلاص هينتهي، عايزين نشوف القانون ده قبل ما ينتهي. يعني بنتمنى وانا بطالب من حضرتك من خلال برنامج حضرتك الدكتور علي عبد العال بسرعه انجاز هذا القانون لانه قانون مهم. اتمنى من الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب الفندم المحترم والعمل الجديد حفاظا على حق العمال. هو بيحب العمال على فكره ودايما واقف معانا في القيمه وقامه. دي حقيقه دي قيمه وقامه وانا بقول لحضرتك هو من الناس اللي بيحبوا العمال جدا وواقف معانا في حاجات كتير جدا لصالح عمال مصر الدكتور علي عبد العال بجد. سياده النائب خلال الفتره اللي فاتت احنا شايفين الهجرة غير الشرعية وناس كتير جدا شايفة ودلوقتي في كورونا مفيش هجرة. لا في يا فندم شغالين احنا عارفين الكلام ده كله. يعني كنت عايز اعرف من سيادتك اتحاد عمال مصر ولجنة القوى العاملة مع وزارة الهجرة قدموا ايه للحد من الهجرة الشرعية خلال الفترة الماضية؟ هو اسمح لي برضو يعني لكل واحد بيعمل حاجة في مصر بنقول شكرا. فعلا الوزيرة نبيلة مكرم بتقوم بدور كويس جدا جدا، عندها تواصل جيد جدا مع العمال في الخارج، في من خلال برضو ايضا وزارة القوى العاملة من خلال الملحقين العماليين في الدول في تعامل كويس معاهم، يعني في من خلالنا احنا كنواب في جروبات كتير جدا احنا مشتركين فيها وبنساهم في حل مشاكل كتير، منها ما لو انت مشاكل العالقين دي اتعرضت في مجلس النواب اكثر من مره وكل الاعضاء بصراحه اللي انا بحييهم اتكلمنا على موضوع العالقين والدوله استجابت والسيد الرئيس استجاب لكل ابنائنا في الخارج، ففي تعاون ما بين كل الاجهزه من اجل عمال مصر سواء في الداخل او في الخارج بصراحه. طبعا حضرتك خلال الساعات الماضيه كان ليك بيان قوي جدا وهو رفض طلب وزير قطاع الاعمال بتعديل القانون 203. عايزين نعرف ايه اسباب رفض هذا القانون خلال الساعات الماضيه سياده النائب؟ هو عايز اقول مش رفض بمعنى رفض، لكن انا هقول لك حاجه يا مصابي، انا او اتحاد العمال او عمال مصر مع ضرورة تطوير قطاع الاعمال الحي، مش مشكلة خالص. اي مادة من مواد القانون او التعديلات اللي اتحطت في القانون في التعديلات تطور قطاع الاعمال العام تظبطه تخليه يعمل توازن بينه وبين الجهات الاخرى في المجتمع المصري احنا ما عندناش مشكلة. احنا ليه كان تحافظ على حتتين؟ هو تقليص على اعضاء المنتخبين سواء مجلس اداره او رئيس اللجنه النقابيه من في القانون ان انا مثلا بدل ما هم كانوا 2 اخليه 1
رئيس اللجنه النقابه كان موجود، طب لا بلاش لا، وان ان شاء الله النهارده في محاولات بنعملها لسه الموضوع ما انتهاش، ان شاء الله هنبدا في يوم الاحد، وبتمنى ان الحكومه تساعدنا ان احنا ما نقلصش دور العمال في مجالس الادارات او رئيس اللجنه النقابيه، لانه اكيد لهم دور ولهم بصمه، لان العامل خلي بالك العامل لما تنجح شركته هتعود عليه بالفوايد. طب ما انا اشدت بأحد المواد في قانون قطاع العمل العام لما اتعملت فيه ماده اتعملت الارباح الا تقل عن 10% وما تزيدش عن 12% وتتاخد نقدا والحد الاقصى اللي هو 12 شهر يبقى مش موجود، لو كسبت خد زي ما انت عايز. طب ما انا اسند بهذه الماده وقلت ما اعترضتش.